نروح بقى لماتش امبارح والاهلي والاسماعيلي وكاس الرابطه واللي انتهت بتعادل ايجابي زي ما حضراتكم اكيد تابعتوا 1-1. ولكن احنا بقى تعالوا نتكلم كده عن بعض الحقائق. لا الحقيقه يعني اللي انا شايفاه ان بجد مكسب في مكاسب كتيره كمان للنادي الاهلي مش مكسب واحد والجهاز الفني. فكره مشاركه هنا بتتكلم في البطوله وهيبقى فيها كمان شباب يعني بتشارك بناشئين بتشوف اللعيبه اللي عندك حاجه اعتقد مهمه جدا. وخليني اقول لحضراتكم كمان ان الهدف كمان يعني هو لكافة هنا بنتكلم سواء بقى النادي الأهلي أو غيره هي برضو أن كل فريق يا كريم وكل مدرب وكل لاعب يكتشف مهاراته بتحاول تشوف كده مين عندك في الفريق يعني يقدر أن هو كمان ينضم للفيرست تيم. احنا نتكلم بقى عن النادي الأهلي. لا حاجة كانت محترمة جدا مكاسب كتيرة جدا البطولة دي أظهرتها زي ما كنت بقول لحضراتكم وكمان تخرج من البطولة بمكاسب أدبية وفنية أهمها يعني بجد 4 أو 5 لعيبة وده اللي حصل معانا في النادي الأهلي أعتقد ده حاجة إيجابية جدا. فلا ده أمر أو دي بطولة يمكن من أفضل البطولات اللي اتعملت يا كريم في الفترة الحالية فعلا لأن أنت فعلا بتتكلم على اكتشاف ذاتك اكتشاف اللعيبة بتوعك فدي حاجة إيجابية. الحاجة التانية بقى معرفش أنت برضو لو أخدت بالك شوية أنا بشوف أن امبارح الماتش كان يعني أو مش عايزة أبقى قاسية شوية كريم بس لو تتفق معايا يعني أنا شفت فريق بيلعب بناشئين وطبعا الناشئين لا يقلوا أبدا أهمية عن أي يعني لاعب في الفريق الأول وده شفناه وده الناشئين دول هم اللي حققوه أو هم اللي نالوا احترامنا باللعب بتاعهم. على الصعيد التاني أنت بتلعب مع الفيرست تيم أنا عايزة أنقل لك الصورة اللي كانت موجودة على السوشيال ميديا من البعض. البعض كان بيشوف أن كان هناك مش استهزاء أبدا ولكن هناك التقليل إلى حد ما من بعض اللعيبة لناشئين الأهلي ده شفناهم في محاولة لعيبة الإسماعيلي البعض أنا عايزة أقول لك ده شفناه على السوشيال ميديا أي يمكن دي أنا من حاجة ما شفتهاش يمكن أنت ما شفتهاش ولكن عايزة أقول لك ده كان إلى حد ما موجود أنا قريته. ولكن على كل حال القصة كلها أن أنت لازم تحترم المنافس بتاعك مهما كان يعني احترامك لذاتك بيجي من احترام المنافس ليك. ويمكن لو احنا بنلعب بناشئين احنا الشوط الثاني اعتقد ان احنا احرزنا التعادل واثبتنا قد ايه احنا عندنا بجد لعيبه مش سهله حتى لو كنا بنتكلم في ناشئين. فدي اللقطه اللي عجبتني بصراحه وحاجه مبشره جدا. طبعا الاسماعيلي فريق قوي جدا يعني طول عمر الاسماعيلي معروف بلقب يعني برازيل مصر. والحقيقه طبعا مجرد يعني القرار في حد ذاته فكره او قرار مشاركه موسيماني بلعيبه فريق الشباب في هذه البطوله قرار ايجابي جدا متفق طبعا مع نهاوند في التفصيله دي. ما تنسوش برضو حضراتكم ان احنا عندنا الفتره اللي جايه ضغط غير طبيعي في منافسات مختلفه محليا وقاريا وكمان عالميا. احنا هنلعب كمان كام يوم في منافسات كاس العالم للانديه وطبعا عندنا طموحات نروح لبعيد حبتين في البطوله دي. عندنا حلم يعني نلعب تشيلسي في النهائي ليه لا يعني طبعا تشيلسي هو الفريق اللي امبارح بيكسب منه جائزه افضل مدرب في العالم توماس توخيل وافضل حارس مرمى في العالم السنغالي ادوارد مندي. احتمال يكون يعني منافس محتمل للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه لو ربنا كرمنا وصلنا للنهائي. طبعا كمان عندنا منافسات قويه جدا في دوري ابطال افريقيا. فكره او عمليه استعاده درع الدوري هي من اهم اولويات الفريق. يعني من الاخر ناس كثيره شايفه ان قرار موسيماني قرار صح 100% في هذا السياق. كل العناصر الشابة اللي شاركت بالأمس قدمت نفسها بمستوى رائع جدا من أول مصطفى شوبير نصير ومغربي وماندو وكريم فؤاد وعودة وغريب كلهم شباب زي الفل كلهم شباب واعد وكلهم عندهم رغبة في التعبير عن أولا إمكانياتهم ثانيا فكرة انتمائهم للنادي الاهلي والانتماء للفانيلا الحمراء بروح الفانيلا الحمراء. كانت فرصه عظيمه ان هم يشاركوا. بص هي دي حاجه بتحصل في دول يعني في انديه العالم كلها حصلت قبل كده مع كذا وحصلت مع برشلونه وغيره بتبقى فرق كامله بتنزل تلعب بالناشئين قدام الفيرست تيم بتاع الفريق الاخر ربما بيحرزوا اهدافهم ما بقى اوقات بيفوزوا وبيخسروا في اوقات ثانيه دي بتحصل بس حلو ان احنا نشوفها عندنا. انا شايف ان ده كويس طبعًا. جدا طبعًا. رغم برده عايز اقول لك انا دايما بحب اعكس يعني اللي بيحصل او بيكتب من قبل يعني ناس حتى مشجعين او بعض النقاد الرياضيين. بعد كان بيقول لك طيب انت بتزج باللعيبه عندك الناشئين طب ليه ما انت ممكن يكون عندك لاعبين من الفيرست تيم ما بتخليهمش يشاركوا. لا الكلام ده برده ما كانش صحيح لان انت عندك غيابات عاليه جدا او كتيره جدا بسبب سواء كورونا او حتى بتتكلم في اصابات او بتتكلم في مشاركات دوليه. فقصه انت برده في الاول في الاخر دي راجعه للمدير الفني صحيح. ففكره الانتقاد للانتقاد انا مش بشوف ان ما في ناس كده خالف افضل ومهما يعني يتعمل شيء. ما يرضهمش. في ناس قاعده لمجرد ان هي تقول لا مش صح اللي بيحصل ده
لا القرار ده مش مظبوط كده يعني. أنا ومش بتفق معاك. ومش دايما الهوان ده حتى بيكون بناء على فكر، هي فكره الاختلاف للاختلاف، لكن يعني ممكن يكون في مساحه للاختلاف. زي مثلا ايه، انا نفسي كنت بتكلم امبارح لو تفتكري في الفقره الثانيه وبقول ايه، طب ايه المانع ان احنا كنا نشوف برضو مجموعه من اللعيبه من الفريق الاول عادي ونطعم بالشباب؟ بس في الاول وفي الاخر دي رؤيه وقرار المدير الفني، وهو شخص جريء عموما، وما بيقدم على حاجه بيقدم عليها بمنتهى القوه، مش فارقه معاه كتير ردود افعال الناس. وما اخذلناش امبارح يعني طبعًا. بنتكلم طبعا الاسماعيلي فريق قوي جدا وبيلعب الفيرست تيم بتاعه، عنده ثلاث صفقات يمكن كانوا افضل من بعض، وبنتكلم برضو على الناحيه الثانيه الفريق بتاعنا، سواء حتى لو بنتكلم من ناشئين كتير جدا، بس احنا قدرنا ان احنا نقدم ماتش على الصعيدين على فكره محترم جدا، حاجه كانت كويسه. فمش عارفه فعلا التعليقات اللي مش لازمه على كل